Okay, guys, he's just driving around at the moment, letting that car cool down, trying to get some airflow through. You can imagine with the drifting, with the car driving sideways, especially with the standard time, which doesn't cruise around, let that temperature drop down. Cars like these guys are used to driving normally in the region of 500-600 horsepower. With hydraulic cam brakes, the radiators, all cooling systems, and we need to keep those things cool down. In this arena, it's quite a confined area. We are used to drifting in around the 200 kilometres an hour. أعزائي المشاهدين معكم إياد عرواني من شركة موتر سنتر. نحن ورشة بمنطقة الراشدية نشتغل على أصباغ السيارات، نعمل سبيشال إفكتس كولر، نعمل مات كولرز، نصبغ دراجات، سيارات، قوارب، بيسكلي يعني كل شيء له دخل بالصبغ. زائد عنا صبغ، عنا جيت كهرباء وميكانيك. نحن نصبغ كل أنواع السيارات، ألمنيوم، حديد، فايبر جلاس. نعمل على إذا فينا نغير ألوان السيارات، من سيارة سودة فينا نعملها بلاك مات، وايت مات، ريد مات، بلو مات. فينا نعمل ألوان، عدة ألوان حسب إضاءة على الشمس، فيكون الصبح أخضر، بالليل أسود. سبيشال إفكتس كولر، في عنا بايثون كولر، عنا مارون كولرز، عنا عدة أنواع من الألوان. هون فيكم تشوفوا عنا بي ام دبليو ام 5 عاملين سيارة الصبح لونها بنفسجي، بالليل لونها أخضر. طبعا بتغير اللون على ساعات اليوم حسب الاناره اللي جايه على السياره. وعنا عاملين كمان موستانج كانت سودي، عملناها بلاك مات، اشتغلنا شوي عليها، عملنا فايبر جلاس وصبغناها بلاك مات. وورا بتشوفوا 1966 كمان فورد موستانج، اجتنا من امريكا وريبلتت، عملناها من جديد، كانت كلها صدى وخربانه، صلحنا البودي وصبغناها مارون. وفي دراجه كان كمان هون لونها اسود، غيرنا لونها لاورنج. بتشوفوا ورا عاملين عدة سامبلز على الأصباغ الموجودة عندنا. شكرا، تابعوا كل جديد على قناة عرب موتر تي في. I am a motorhead. We'll be right back.
So, ladies and gentlemen, we're drawing to a close. We've still got a few cars to run, so unless you've got something really important to go, it would be great if you'd do us a tour and stay about. Again, this is my pretty powerful car, this. This is all the power that you really need to own on the road. Some people just aren't happy with that. I'd certainly be happy with it. So let's have a look. Todd's just doing some preliminary checks, making sure